السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا احمد جاويش ودي قناه برومو. اهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده معانا مراجعه فيلم تريز اوف بيس. يا ريت تعملوا اشتراك في القناه للي حابب المحتوى بتاعي، لايك وشير الفيديو للي حابب يدعمني. بيحكي الفيلم عن واحده من ابشع الاحداث المظلمه اللي حصلت في تاريخ البشريه، وهي الاباده الجماعيه ضد شعب التوتسي اللي حصلت في رواندا عام 1994. وبنعيش الرحله دي مع 4 من النساء المحاصرات في قبو احد المنازل، ونشوف بقى يعني ازاي هم بيحاولوا النجاه من الحرب والجوع والعطش. قبل ما نخش في تفاصيل الفيلم، انا حابب اقول ان انا انبهرت جدا بالفيلم، والفيلم كان مفاجئ بالنسبه لي. بس يا ريت يعني اتمنى ان احنا زي ما بنتكلم عن الجرائم والابادات الجماعيه اللي بتحصل حول العالم كله، يا ريت نتكلم عن جرائم القتل والاباده اللي بتحصل للمسلمين كل يوم في بورما وفي الصين وفي الهند وفي كشمير وفي فلسطين. يعني يا ريت زي ما بنتكلم عن كل جرائم دي، نتكلم برضو عن جرائم اللي تخص المسلمين، لان ساعه لما الكلام بيجي ناحيه الاسلام والمسلمين، الناس كلها بتعمل ان هي مش شايفه ومش سامعه. نرجع بقى مرة تانية للفيلم، وأول حاجة حابب أتكلم عنها هو تقديم الشخصيات. الفيلم بيقدم لنا رحلة من خلال 4 شخصيات، كل شخصية مختلفة عن التانية، كل شخصية جاية من ماضي مختلف وليها ماضي خاص بيها بيختلف تماما عن الشخصيات التانية، ومعتقدات برضو مختلفة عن أي شخصية من اللي موجودين. هما ما بيتشاركوش إلا في المعاناة بس اللي هما بيعانوها في الفترة اللي موجودين فيها في أحداث الفيلم، وبإن كمان مصيرهم هيبقى الموت لو مكانهم اتعرف. وطريقة سرد القصة بقى المليئة بالدراما والمعاناة، واللي بنشوف من خلالها رحلة ال4 شخصيات دولت بين التوتر وعدم الثقة بينهم، الى التحول بقى الصداقة والثقة والتضحية. تحول من ان هم مستحملين بعض عشان الموقف بس اللي هم موجودين فيه، ولكن اللي في القلب في القلب، الى لا ان هم بيتخطوا الحاجز ده ويبقوا اصدقاء وبيضحوا علشان بعض. فيلم الحقيقة ابدع في تقديم القصة والشخصيات، وكمان الحوارات هنا كانت حلوة جدا، وطبعا الفيلم مليان بالافكار، ولكن هي فكرة واحدة بس انا حابب اناقشها. الفيلم طرح فكرة كده في مشهد لا يتعدى ال10 ثواني. فكرة ايه؟ فكرة ان هي يعني مش معنى ان انت عندك معاناة في حياتك ده يديلك الحق ان انت ايه يعني تأذي الناس التانيين، والناس التانيين بقوا مجبرين ان هم يستحملوك لمجرد ان انت شخص بتعاني في حياتك. المبدأ ده الحقيقة انا عانيت بيه ما يعني في حياتي انا الشخصية، اللي هو في ناس كان ظروفها بتبقى صعبة شوية بيجوا مضطرين بقى ان احنا نستحملهم، هما بيتعاملوا معانا بناء على الاساس ده، وده ادى لان انا يعني في ناس علاقتي بيهم انقطعت تقريبا. بسبب ايه؟ بسبب ان هما منتظرين يعني ان الواحد يستحملهم بسبب ان هما ظروفهم صعبة، وانا انا عايش في عالم ديزني لاند عادي. فدي فكرة الحقيقة يعني اتمنى ان احنا نعممها بقى كده في كل حاجة، ان كل واحد عنده المعاناة اللي في حياته، فايه نبقى خفاف كده ولزاز مع بعض عشان يعني مش مضطرين نستحمل بعض لاي سبب ايا كان، واي حد بيسبب اذية لحياة الغير فالطبيعي ان الشخص التاني الطرف التاني ده يبعد عنه. بالنسبة للسلبيات اللي موجودة معانا في جزء القصة والسيناريو، هو ان فيلم رتمه هيبقى بطيء جدا بالنسبة للناس اللي ملهاش في الافلام الدرامية وبتحب افلام الحركة وكده، يبقى بالنسبة لك الفيلم ده ممكن ما تقدرش تكمله اصلا، لان هيبقى رتمه بطيء جدا بالنسبة لك. لكن الناس اللي بتحب الاعمال الدرامية الفيلم بالنسبة لهم مش هيواجهوا اي مشكلة معاه. والحاجة التانية ان الفيلم يعني الاحداث بتاعته كلها بتدور في مكان واحد، فممكن الناس اللي عندها فوبيا من الاماكن المغلقة وبتحس بضيق التنفس ساعة ما بتشوفها تواجه مشكلة معاه. نروح بقى للاخراج. في الافلام اللي هي بتدور احداثها كلها في مكان واحد دي، بيبقى المخرج قدام تحدي كبير جدا، ان انت عندك مكان واحد فما فيش مجال للعب الاخراجي وان انت ايه تعمل حاجة، فلازم تقدم صورة بصرية حلوة تخلي المشاهد مركز معاك. والحقيقة ان الفيلم قدر هنا يديني صورة بصرية حلوة جدا، ويديني تصوير بزوايا ولا اروع. الزوايا هنا بمنظور الشخص الاول كده، تحسسك ان انت شخص قاعد معاهم، يعني انت تشوف الحوارات اللي بتحصل ما بينهم ونظام التصوير اللي فيها موجود، كأنك انت شخص خامس موجود معاهم في المكان اللي هم مستخبيين فيه. الفيلم من كتابة واخراج المخرجة الانا براون، هي كاتبة في الاساس، وده تقريبا اول فيلم اخراجي يعني تبقى هي المخرجة بتاعته. ولكن الحقيقة احنا يعني قدام دلوقتي موهبة كده ربما يكون ليها مستقبل كبير جدا في عالم الاخراج. نروح للاداء التمثيلي اللي لا يقل روعة عن الاخراج او عن الكتابة. الفيلم هنا طبعا معانا 4 شخصيات بس هم المطالبين بان هم بيشيلوا الاداء التمثيلي في الفيلم. طبعا الكتابة هنا كانت كويسة جدا، انا اتكلمت فيها. المساحات للشخصيات كانت حلوة قوي، كل شخصية قدرت تاخد المساحة بتاعتها الحلوة. الممثلين هنا معانا مش افضل ممثلين ممكن تشوفهم في حياتك، ولكن هم يدون اداء تمثيلي حلو جدا، ومن ذكاء الاخراج ان هو قدر يوجههم صح، وقدر كمان ان هو يتدارك اي اخطاء كانت ممكن تقع في مشاهد. ممكن تلاقي شخصيه بتتكلم اداها التمثيلي مش قوي قوي، ولكن الحوار والطريقه ان انت بتدخل مع الشخص التاني في الحوار ده قدرت تمتص الموضوع ده وتطلع لنا مشاهد حلوه جدا واداء تمثيلي 10 على 10.
التجربة الحقيقة كانت ممتعة للغاية. في ناس ياما هتختلف مع الكلام اللي أنا بقوله، هيبقى بالنسبة لهم الفيلم وحش وهيقولوا لي أنت بتتكلم في إيه، ولكن الحقيقة أنا استمتعت جدا جدا بالفيلم وأنصح بالمشاهدة. وبس كده أعزائي المشاهدين، نكون خلص فيديو النهاردة. يا ريت لو عجبكم تدعموني بلايك وشير لي، واللي حابب المحتوى بتاعي يشرفني باشتراك في القناة ويفعل زرار الجرس عشان كل ما أنزل حاجة جديدة توصل له. وأشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله. سلام عليكم.